السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أعزائي في القناة التعليمية إيكولشالي. اليوم مع فيديو جديد الذي سنرى من خلاله أنشطة التقويم التشخيصي والدعم من الصفحات 6 و 7 8 ثم 9 من الكتاب المدرسي الجيد في الرياضيات للمستوى الثاني من التعليم الابتدائي. إذن حصة اليوم سنرى من خلالها أنشطة التقويم التشخيصي والدعم. إذا نبدأ أولا، ألاحظ وأكمل. إذا لدينا هنا أرقام علينا تتمتها، وهنا أيضا وهنا علينا أولا الملاحظة وبعد ذلك نتمم أمل هذه الفراغات. إذا لدينا هنا 1 2 3، 1 2 3. إذن أيضا هنا سنكتب 1 2 3، سنكمل هذه الفراغات على هذا الشكل. إذن 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3، وأخيرا 1 2 3. إذن هكذا. إذا ننتقل الآن إلى شريط الموالي. لدينا هنا 4 5 6، 4 5 6، نعم. إذا نتمم على هذا الشكل 4 5 6، 4 5 6، كذلك هنا 4 5 6، وهنا أيضا 4 5 6، 4 5 6، وأخيرا 4 5 6، على هذا الشكل. أخيرا لدينا هنا 7 8 9. إذا لدينا هنا 7 نكتب هنا 8 وهنا 9. إذا هنا 7 8 9، 7 8 9، 7 8 9، 7 8 9، وهنا أيضا نكتب 7 8 9، وأخيرا 7 8 9. إذن هكذا على هذا الشكل. الآن نمر إلى سؤال موالي. سؤال 2، أكتب عدد الأزرار بالأرقام. إذن لدينا هنا عدة أزرار علينا حسابها وأن نكتب عددها هنا في هذه الخانة. إذن لنحسب معا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 11 12 13 14 15 16 17 18 20، 21 22 24 25 26 27 28 29 30، 31 32 33 34 35 36 37 38 49 40، 41 42 43. إذا عدد الأزرار هو 43. نكتب هنا 43. الآن نمر إلى السؤال الموالي. أكتب بالأرقام العدد الممثل. إذا علينا هنا كذلك حساب عدد هذه المربعات وكتابة عددها هنا. إذا لدينا هذا كم من مربع لدينا هنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذا لدينا هنا 10، وهنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذا أضفنا 10 إلى 10 تصبح 20.
هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذن هنا كذلك 10. إذن لدينا 10 زائد 10 20 زائد 10 30 زائد 1 2 3 4. كم تصبح؟ 4 زائد 30 تصبح 34. إذن نكتب هنا 34. الآن نمر إلى السؤال الموالي. أكشف بالأرقام 19 24. إذا لدينا هنا هذه الأرقام مكتوبة بالحروف، علينا كتابتها بالأرقام. إذا 19. إذا نكتب 19. إذن هكذا 19 بالأرقام، هكذا 19. 24 نكتب 24 هكذا بالأرقام. 19 على هذا الشكل بالأرقام، 24 على هذا الشكل. الآن نمر إلى السؤال الموالي. أكتب بالأرقام العدد المكون من 3 وحدات و7 عشرات. إذا لدينا الوحدات هو رقم 3 والعشرات هو رقم 7. إذا نكتب 3 في الوحدات و7 في العشرات، إذا تصبح 73. 73 نمر 5 عشرات و9 وحدات. إذا 5 هو عدد العشرات و9 هو عدد الوحدات. إذا نكتب 9 في عدد الوحدات و5 في عدد العشرات، هكذا. إذا تصبح لنا 59. أما الآن نمر إلى السؤال الموالي. إذا ألاحظ وأكمل. إذا علينا أولا الملاحظة ثم نتمم ملء هذه الفراغات. لدينا هنا 20 تساوي 10 زائد ماذا؟ ماذا نضيف إلى 10 لكي تصبح 20؟ نعم أطفالي، 10. إذا 10 زائد 10 تعطي 20. وهنا لدينا 40 كم فيها من 10؟ نعم 4. إذا 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 تعطي 40. وهنا لدينا 10 زائد 10 زائد 10 كم تعطي؟ نعم 30. إذا 10 زائد 10 تعطي 20. 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 تعطي 40. وهنا 10 زائد 10 زائد 10 تعطي 30، أي 20 هي 10 مرتين، 40 هي 10 4 مرات، و30 هي 10 3 مرات. إذا الآن نمر إلى السؤال الموالي. أكمل. لدينا هنا 10 زائد 6 كم تعطي؟ نعم 16. نكتب 1 وهنا 6، إذن 16. 20 زائد 5، إذن 5 زائد 0 فهي 5 زائد 2 هي 25، إذن نكتب 25. هنا لدينا 60 زائد 3 نكتب 6 3. إذن 60 زائد 3 تعطي 63. 20 زائد 5 تعطي 25. 10 زائد 6 تعطي 16. إذن الآن نمر إلى السؤال الثامن. أحيط أكبر العددين في كل بطاقة. إذن لدينا بطاقتان، هذه الأولى وهذه الثانية، علينا أن نحيط أكبر عدد في كل بطاقة. لدينا هنا 18 وهنا 31، هنا لدينا 53 و29. إذن ما هو أكبر عدد هنا؟ هل هو 18 أم 31؟ نعم 31 فهي أكبر من 18، إذن أحيط 31. وهنا أيهما عدد الأكبر؟ هل 53 أم 29؟ نعم 53 فهي أكبر من 29. إذن الآن نمر إلى السؤال الموالي. 9 أشطب الكتابة الخطأ. إذن علينا أن نشطب الكتابة الخاطئة. إذن لدينا هنا 24 أكبر من 17. نعم، فـ 24 هي أكبر من 17. هنا لدينا
12 أصغر من 21. نعم، ف12 أصغر من 21. هنا لدينا 64 أصغر من 80. نعم صحيح، ف64 أصغر من 80. وهنا لدينا 7 أكبر من 8. هل 7 أكبر من 8؟ لا، فهي كتابة خاطئة، ف7 أصغر من 8 وليست أكبر من 8. إذا نشطب على هذه الكتابة. أما الآن نمر إلى السؤال الموالي، السؤال 10. ألاحظ وأكمل. إذا لدينا هنا بعده مباشرة، العدد قبله مباشرة، إذا هنا علينا كتابة العدد، وهنا بعده العدد الذي يأتي بعد 19 مباشرة والذي يأتي قبله مباشرة. إذا لدينا هنا 19، ما العدد الذي يكون قبل 19؟ نعم، فهو 18. والعدد الذي يأتي بعده هو 20. نقول 18 19 20. أما هنا فأعطونا العدد الذي يأتي بعده، إذن قبل 51 ما العدد الذي يكون؟ فهو 50. وقبل 50 ما هو العدد؟ فهو 49. نعم، هنا أعطونا العدد الذي يأتي قبله مباشرة، إذن نقول 30، ما العدد الذي يلي 30؟ فهو 31. وما العدد الذي يأتي بعد 31؟ فهو 32. هكذا، إذن هنا لدينا 18، 19، 20، هنا 49، 50، 51، وهنا لدينا 30، 31، وأخيرا لدينا 32. إذن الآن نمر إلى السؤال الموالي، السؤال 11. أكتب الأعداد في البطاقات مرتبة من الأصغر إلى الأكبر بدءا من اليسار. إذن لدينا هنا 4 أعداد، علينا ترتيبها من الأصغر إلى الأكبر. إذن نبدأ من اليسار لننتهي في اليمين. إذن علينا ترتيبها من أصغر عدد إلى أكبر عدد. إذن ما هو العدد الأصغر هنا؟ إذن لدينا 9، 38، 12، 21. ما هو العدد الأصغر هنا؟ نعم 9، أحسنتم، نكتب هنا 9. ما العدد الذي يلي 9؟ ما هو العدد الآخر الذي أصغر هنا؟ نعم إنه 12. إذن بقي لنا 21 و38، من أصغر عدد فيهما؟ الواحد والعشرون أم 38؟ نعم، ف21 أصغر من 38. وأخيرا بقي لدينا 38. إذن هكذا نكون قد رتبنا هذه الأعداد من الأصغر إلى الأكبر، 9، 12، 21، وأخيرا 38. إذا الآن نمر إلى السؤال الموالي، 12. أحسب وأكتب المجموعة أو الفرقة. إذن لدينا هنا عمليات علينا حسابها، لدينا هنا الجمع وهنا الطرح، وهنا الطرح وثم هنا الجمع. إذن 5 + 2 كم؟ 5 + 2. إذن هكذا نحسب، إذن 1 2 3 4 5، نضيف إليها 2 1 2، إذن تصبح 1 2 3 4 5 6 7. إذن 5 + 2 تصبح 7. 6 - 3، إذن نضع عدد 6، 1 2 3 4 5 6 ناقص 3، نشطب 3، 1 2 3. كم بقي لنا هنا؟ 1 2 3، إذن نكتب هنا 3. فهذه طريقة مبسطة للحساب. هنا لدينا 7 - 6، نضع هنا 7، 1 2 3 4 5 6 7، نطرح منها
وننقص منها 6. إذن 1 2 3 4 5 6. كم بقي لنا هنا؟ بقي لنا 1. وهنا لدينا 5 زائد 9. كذلك نحسب بنفس الطريقة. إذن 1 2 3 4 5 نضيف إليها 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذا الآن نحسب المجموع. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. إذا هنا سنكتب 14. إذا الآن نمر إلى السؤال الموالي 13. أملأ الجدول. إذا لدينا هنا جدول علينا تتمة ملؤه. إذا لدينا هنا 3 زائد 5 كم تعطي؟ 5 زائد 3 تعطي 8. وهنا لدينا 3 زائد 4 تعطي 7. و 3 زائد 6 تعطي كم؟ 6 زائد 3 تعطي نعم 9. هنا لدينا 7 زائد 5 كم تعطي؟ 7 زائد 5 نعم أحسنتم تعطي 12. إذن هنا 7 زائد 4 أو 4 زائد 7 كم تعطي؟ نعم تعطي 11. وأخيرا لدينا 7 زائد 6 كم تعطي؟ تعطي 13. نعم 13. إذن هكذا نكون قد ملأنا هذا الجدول. الآن ننتقل إلى السؤال الموالي. إذن 14 أنجز. لدينا هنا عملية الجمع وهنا الفرق. إذن هنا لدينا 74 زائد 17 وهنا لدينا 37 ناقص 27. إذن نحسب أولا 74 زائد 17. إذن 7 زائد 4 كم تعطي؟ إذن هنا سبق لنا وحسبنا 7 زائد 4. 7 زائد 4 تعطي 11. إذن نكتب 1 ونحتفظ بواحد. هنا لدينا 7 زائد 1 تصبح 8. 8 زائد 1 نعم 9. إذن 74 زائد 17 تعطي 91. هنا لدينا 37 ناقص 27. إذن 7 ناقص 7. إذن 7 إلى حيدنا منها 7 شحال يبقى لنا؟ عندنا 7 ونحيد منها 7. إذن نعم ستبقى 0. 3 إذا نقصنا منها 2 أو عندنا 3 مثلا عندنا 3 أقلام إلى حيدنا منهم 2 شحال يبقى لنا؟ نعم يبقى قلم واحد نكتب 1. إذا 37 ناقص 27 تعطي 10. الآن نمر إلى السؤال 15. أضع وأنجز. إذا لدينا هنا عمليتان علينا في الأول أن نضعها ثم نقوم بالحساب. إذا لدينا هنا 22 زائد 39 إذن هكذا. إذن 9 زائد 2 تعطي 11. نكتب 1 ونحتفظ بواحد. إذن 2 زائد 1 3. 3 زائد 3 تعطي 6. نعم إذن 22 زائد 39 تعطي 61. الآن نمر إلى العملية الموالية. لدينا 13 زائد 24. إذن نكتب 13 زائد 24. إذن 3 زائد 4 كم تعطي؟ تعطي 7. 1 زائد 2 يعطي؟ نعم 3. إذن 13 زائد 24 تعطي 37. إذن الآن نمر إلى السؤال الموالي. سؤال 16. ألاحظ وأكمل. إذن لدينا هنا 0 5 10 15. إذن علينا تتم بنفس هذا الترتيب. إذن 0 5 10 15. إذن نضيف هنا 5
إذا صفر ضف... إذا أضفنا إليه خمسة يصبح خمسة. خمسة إذا أضفنا إليها العدد خمسة تعطي عشرة. إذا عشرة إذا أضفنا إليها خمسة تعطي خمسة عشر. إذا نتمم على هذا المنوال. إذا خمسة عشر عشرون، خمسة وعشرون ثلاثون، خمسة وثلاثون أربعون، خمسة وأربعون خمسون، خمسة وخمسون، وأخيرا ستون. إذا هكذا صفر خمسة عشرة خمسة عشر عشرون خمسة وعشرون ثلاثون خمسة وثلاثون أربعون خمسة وأربعون خمسون خمسة وخمسون وأخيرا ستون. إذا هكذا أتممنا هذه الأعداد. إذا إلى هنا ينتهي فيديو اليوم، ألقاكم إن شاء الله في فيديو قادم.